تسمى الاخوات جمله شتات فسدعيت المره الثانيه المره هضر شويه مجهد سدعيت المره الثانيه المركز ديال الدرك فاش ملي دخلت عند ذاك القائد قال لي شوف انا غتقول لي شكون اللي دخل داك السيد المنزل ديالك انا ما ماشي سوقي دخلني لواحد البيت حيدوا لي الملابس ديالي كلها جميع الاهانات تمرصت عليا الضرب والبصق حتى الواحد تركي بال عليا ست ايام ما صبرتش قلت له انا ذنوبي عليك دير اللي بغيتي الا ذنوبك على اللي جاك ماشي عليا انا ملي جاب لي اللائحه ديال الاشياء اللي تسرقات من ديك الدار اولي المنزل كامل ديال المطبخ كامل بوطاكاز ماكينه ديال الصابون تلفاز كبير فيديو ضرابي وانا الغريب من درك رئيس الدرك الى خصك غير التلفازه بغيت تخرج على القنيطره تصلحها خصك تاذن من الدرك الملكي واذن من الوحيد السكيورتي قلت لك باش هذا الحير غادي ندير لي انا قال لي انا ماشي سوقي وقع لي على داك الشيء قلت انا هذا حجه في المحكمه العسكريه كنت جيت خدمت في المحكمه العسكريه قلت للقاضي اللي كان الشيء راه مستحيل باش هذا الشيء يخرج بدائد من الجدرميه الا خرج انا داك الشيء الجدرميه متواطئين معايا المهم خلاني حكم درت محامي حكم عليا بعام طلبت من نقض الابرام والصراح الموقت حيت الصحه ديالي تدهورات عطاوني الصراح الموقت 9 شهور في 9 شهور لا ملي خرجت درت الصحه تاعي تدهور الدرجه ديالي مرض جاتني مراتي بداتني للمستشفى العسكري شدوني نعس تما قطعوا لي الصبع هو الاول من بعد العمل يحيدوا لي رجلي من تحت من بعد مكتب الرقبه عادي على الفاضي خرجت من المستشفى ما كاين عندي حتى دخل القار ترفضت من هذا المجال دخل القار المراه ديالي اللي بقات تعاوني عاونوها ناس بس ماكينه ديال الخياطه وتتخيط مع القريعه تقال عليها حتى هي الشغل وهذاك مرضت فيها بواحد المرض مزمن ديالها المستشفى هذا المرض اسمه الـ RTH وتيجي يخرج بالتونسيون بالقوة المشاكل والتكلفة ديالو غالية 1200 درهم شهريا المهم خرجنا بقينا تنقلبو ساعدونا العائلة في الأول قالت لي علاش ما تهضر كتبت لإدارة الدفاع الوطني كتبت الأميرة المريم كتبت المؤسسة الحسنية الثانية للأعمال الاجتماعية كتبت لوزيرة الشؤون المعاقين حتى واحد ما جاوبني شي جواب مفيد ولا شي حاجة تستافد والو من بعد المرة ديالي مشينا للمستشفى العسكري باش يعاونوها ما قبلوش خرجت فكرنا قلنا نمشي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية واحد النهار عاوناتي مشينا أنا بهاد الإعاقة صعيب عليها غادي نفكر كيعاونونا الناس تطلع وكان داك النهار في الشتاء بزاف عند وصلت لباب المؤسسة وقفت عند الشرطة وقلت له أنا بغيت نشوف الكولونيل تريتي قال لي علاش قلت له بغيت أنا راه مفروض مع المحاربين وعندي مشاكل قال لي لا راه ممنوع تزورو فعلاش ممنوع تزورو هو تما في ذاك المكتب المشاكل ديالنا وانا قال لي لا ممنوع تزورو لا بغيتي تديه فلا رفيت كتبت وما جاني حتى شي جواب قال لي لا ممنوع قال لي راه السياره ديالي في الباب بقى واقف حداها كيخرج وشوفوا الا خليتك تدخل راه غادي انا اللي غنقطع عقوبه خرجنا لقينا خوك في السياره انا والمراه وكانت الشتاء عاود الصباح في الحضر وانا على رجل وحده ما قدرتش نبقى واقف من بعد جينا في حالتنا للدار واذا ما شفناه ما والو ملي جينا شي ناس قال بان الكنيسه ديال جوج مرات القسم اللي في الكنيسه راه كيساعد الناس على الادويه ولا مشيت عند القسم انا خرج عندي كوراني اش كان عندي راني محتاج الدواء ومحتاج للمراه ديالي ما طلب مني لا شهاده الاحتياج لا والو عمر لي هذوك في ولا تيساعدني شهريا انا وما غاديش واش ماشي حرام تخدم حياتك كاملة مع الوطن ومع الصحراء ومع نسيو في الخط وكناك الثاني انت باش تعاونك ما يعاونكش البلاد ديالك المهم واحد النهار كاين واحد الكابيتان صاحبي قال لي نديرو طلب ديال لاكريمون باش تعاوننا الدولة حنا خدمنا وحنا حتى هو الجسد ديالو كله متعفن كانت عطات واحد الحشرة في الحرب ملي بدينا تنعمرو في الطلب وخاف علينا نسيبو خالد البوعزاوي قال لنا شنو ديروا؟ قلنا له حنا راه تنديروا طلب قال لنا واش هذه المده كامله دوزتوا في الصحراء وهذا الشيء واقع لكم وما شفتوش طاكسي بالمكحله انا غير بالكمال جاي عندي 5 دريمات شركنا هذوك الطلبه توقفنا
ومؤخرا فاش خرجوا هاد الجرائد ديزاغريمون، الاعلام اللي دارت الحكومه الجديده.